علاش هذا موضوعنا في المباشر. رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي سيد فوزي الخباشي. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك. عشان اختي الغالي فوزي خبوشي، فوزي الخبوشي، مرحبا، مش الخباشي، الخبوشي، مرحبا بك. يفضلك سي فوزي. سي فوزي، قدمتوا بعريضه للبرلمان لوزاره الداخليه ضد ثلاثه وزارات، شنو هما الوزارات الساعه هذوما؟ بربي ساعة أول حاجة ساعة نحب نترحم على خويانا في غزة، الشهداء نتاعنا في غزة، لأن القضية الفلسطينية ما نحبش، أنا واحد من الناس شخصيا ما نحبش أني ننساها، تبقى ديما في الوجود، اللي هي رجعتنا للواقع نتاعنا، كيفاش يكون الواقع نتاع العربي المسلم. هذه حاجة من الوزارات المعنية بالأمر فيما يخص المراسلات متاعنا. احنا عدة وزارات بالداخلة في القطاع متاعنا، والوزارات هذه بدون استثناء الوزارات كلها متعسفة معنا في تطبيق القوانين، وما نقولش تطبيق القوانين، في عدم تطبيق القوانين، لأن فما قوانين في صالحنا احنا كقطاع وفي صالح خدمتنا، لكن للأسف اليوم احنا قاعدين الوزارات هذام المعنيين قاعدين يتعسفوا علينا. ما شو الوزارات هنا نسميهم بالوزارة، وكل وزارة فاش متعسف عليكم؟ والله نبدأها بالوزارة الشؤون الاجتماعية، اللي هي مفروض أن وزارة الشؤون الاجتماعية والاسم متاعها وزارة الشؤون الاجتماعية، اللي هو تكون في خدمة الحالات الاجتماعية. عندنا عدة تاكسيات متخلدة بذمتها عدة ديون، طلبنا منها جلسة عمل وإعادة جدولة للديون متاعنا، ولكن للأسف ما صارش منها حتى أي حاجة، ما تجاوبتش معنا. ونشوفه اليوم المهني التاكسيست، إذا كان أنت اليوم ماكش متحصل على بطاقة علاج وإلا الثلاثية نتاعك ماكش مخلصها، ما تنجمش يعني حتى تقوم بالإسعافات، لأن ما عندك حتى أي حالة تسمح لك أنك باش تداوي. هذه نراه فيه تعسف كبير، تعسف على الحالات الاجتماعية البسيطة اللي هو قطاع نتاعنا، قطاع خدمات. وزارة النقل طلبناها عديد المرات، وحتى طلبناها في جلسات، وبش تطهير القطاع من الدخلاء، اللي هو اليوم الدخلاء اليوم أصبحت اليوم ظاهرة كبيرة برشا، من بينها الدراجات النارية، من بينها الجلانتيستان في عدة أحياء، تعرض البركاجات المسيرة للمهنيين، وهذا كله لأنه المسؤولية الوزارة عن النقل، اللي هي تنجم تنظم هالقطاع ذايا، والمسؤولية دي خاصة تاع البركاجات تكون مسؤولية جزء وزارات، وزارة الداخلية وزارة النقل، للأسف ما فهمش منها. وزارة المالية تتعسف علينا زادة كذلك في خلاص معلوم الغاز البترولي، اللي فما ناس عندها البطاقة الرمادية تاعها، فما عنده بنزين، وهي تطلب منه خلاص المعلوم، لأنه ذاك استنادا لمحضر يقوم به أعوان متاع المراقبة متاع المرور، سواء كان شرطة أو حرس. هذا يتعسف على الناس اللي عندها، أصحاب السيارات اللي عندها سيارة بنزين. وزارة الداخلية زاد كذلك، اللي هي تعسف علينا أعوان المراقبة وبدرجة أولى حرس خاصة وشرطة في التنقل من ولاية لولاية، يعني صاحب السيارة حتى في حالة ما إنه السيارة يسندها الخوه وإلى القريب وإلى أي كان. هذا مش قانون سي فوزي؟ لا 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 لا، احنا السيارة معفية من معلوم الجولان، والسيارة ما دامها يعني تتنقل داخل تراب الجمهورية، السيارة هي المعفية من معلوم الجولان، من حقها أي إنسان يسوقها، وهذايا موجود عندنا موثق بقانون منشور وزاري، لكن للأسف ما فهمش تطبيق. أن راهو فما تعسف حقيقة، تعسف على عدة تاكسيات تتنقل من مكان لمكان، ومراو إلا بعض أعوان الدوريات أن يتوقفهم وهات الأوراق وما نعرف شنو، وعمل لك محضر، وفي بعض الأحيان يعني تصير له محضر في مكان بعيد، تترسيله باش يعاود يرجع، وحقيقة تعسف كبير. طلبنا من وزير الداخلية، بعثنا مراسلة في شهر مارس لإيضاح عدة إشكاليات. ربما سيد الوزير هذايا ما المراسلة هذيك ما كانتش عادة، لكن احنا نمشوا باستمرارية الدولة واستمرارية الإدارة. المراسلة موجودة موثقة،
عنا بدي شارج. طلبنا هدية مراسلة ثانية إن شاء الله تكون على طاولة السيد الوزير في أقرب الأجال باش يزيد باش يشوف الوضعية. احنا القطاع نتاعنا يعاني في معاناة كبيرة برشا، في حالة متاع احتقان حقيقة، فوضى عارمة في القطاع الغير المنتظم، هم مسمينه غير منتظم وتبقى غير منتظم. مش معقول انه باش يبقى بالحالة هذه، يعني اللي يعيشها اليوم. حبينا احنا باش نوصلوا رسالة الى السيد رئيس مجلس النواب الشعب، اقلهن عقد جلسة عمل مع عدة أطراف المعنية بالأمر في الموضوع هذا، وأقل شيء نخرجوا بحلول باش نخرجوا من الأزمة متاعنا، لأنه الموضوع متوا اليوم احتقان كبير برشا. أنا تجيني الشكايات من عدة أطراف مهنيين يتصلوا بي، وحقيقة شيء في كل الولايات ولا في ولايات دون غير؟ والله هو القطاع كله في عدة ولايات هكا، حتى كي باش يتنقل من ولاية أخرى باش يجي لتونس ولا كذا. حقيقة ممكن تلقى في بعض الأحيان ثم منطقة على منطقة ممكن أخف شوية، للفوضى العارمة اللي نشوفها في تونس الكبرى فوضى كبيرة. شفتوا أنتم حتى المهنيين، الناس أصحاب اللي طالبين الرخص زادة كذلك، يعني عندهم سنين ينتظروا، حتى الأمر اللي صدر مؤخرا نزلت عدة ولايات ما مشتش فيه. يعني حقيقة فوضى. احنا حبينا باش نوصل صوتنا، احنا دينا أصحاب رأي، واحنا دينا أصحاب كيما نقولوا فاحنا احنا فكرة باش نوصلها للمعنيين بالأمر، أقل شيء نخرجوا من المحنة اللي يعيشوها المهنيين بتاعنا هذا، باش أقل شيء نخفوا عليها مضرة، لأنه مش معقول أنه مزدي خدمات اليوم في قطاع التاكسي، وخاصة نعاود نكررها في قطاع التاكسي، راهو النقل يعتبر حلقة كبيرة برشا في الدورة الاقتصادية. اليوم هو يقدم في خدمات، اليوم قطاع التاكسي يقدم خدمات، يعني هو الرابط متاع الحلقة الاقتصادية متاع البلاد. يعني لعنا دعم يعني عند الدولة على أساس باش يخفف علينا العبء اللي ناخذوا به السيارة وقطاع الغيار وكذا، يعني نقدموا خدمات باش نعيشوا فقط. اليوم التاكسي يخرج يخدم 35 سنة و40 سنة، نهار يخرج روتريت يخرج في 180,000، ما تجيش حتى شيخوخة، يعني حتى الأجر بتاع الشيخوخة ما تجيش. هذا مش معقول، هذا يتعسف من وزارة الشؤون الاجتماعية. فما عدة حالات زاد كذلك يعيشها بالضغط المهني اليوم متاع التاكسي، خاصة وسائل النقل العمومي الغير المنتظم، سواء كان تاكسي ولا لواج ولا أي كان. معناها بالنسبة لكم جلسة مع وزارة الشؤون الاجتماعية حتى تضمنوا حقوق المنظورين متاعكم، وتكون على قليلا بعد يخرج في التقاعد تكون عنده تقاعد أو جراية تضمن كرامته. أقل شيء حاجة تضمن الكرامة متاعه. احنا رو عنا حتى بالتقرير تاع طب الشغل اللي عملت تقرير طبي خاص، وانه بالنسبه للقطاع هذا راهو يعاني في مشاكل كبيره وعده امراض، ولكن للاسف اليوم انه نشوف وزاره الشؤون الاجتماعيه متغيبه تجاه القطاع هذا. يسمحني يعني علاش انتم ما تصبوش على روحكم معناتها ما خاطر المونتون يصبوا بعد باش تاخذوا هكا ولا لا، ولا عندكم نظام قطاعي نظام؟ اول حاجه انه كي اقل شيء احنا نحبوا ندرسوا الاشكاليات هذه، لكن وقت اللي انت تشوفي اليوم انه المهني يخدم في 10 سوايع وما يخلطش على الاجره نتاعو، كيفاش باش تقولي له انت صب في كاتيجوري كبيره؟ المفروض ان هي وزاره الشؤون الاجتماعيه تصنف القطاع هذايا من المهن الشاقه، اقل شيء على حسب التقارير الطبيه تاع طب الشغل، اللي هو طب الشغل يتبع وزاره الشؤون الاجتماعيه، وعندنا التقرير موجود والدراسه صارت هذه. المفروض ان هي وزاره الشؤون الاجتماعيه اقل شيء تراعي الظرف الاجتماعي اللي تعيشه البلاد، وتعمل جدوله للديون نتاع الناس المتخلده عندها ديون بالذمه، اقل شيء خلي تخفف عليها باش اقل شيء شهاده العلاج هذيك تكون العباد متمتعه بها. ثم عده اشياء، ثم عده نقائص تخص القطاع، حبينا احنا باش نوصلوا المجلس النواب واقل شيء للتشريع باش يكون على علم بالشيء الازمه اللي يعيشها القطاع هذايا،
لأنه هو قطاع مهم وقطاع حيوي، ما نجموش بين عشية وضحاها باش نستغنوا عليه. زاد كذلك الإدارات المتعسفة معه، أقل شيء أن الناس تحترم القوانين. احنا طالبين بتطبيق القوانين، زاد مش معقول. زاد انا اليوم انا باش نجي نشكي بوزاره لان هي متعسفه، لان هي ماهيش قاعده تطبق في القوانين. مش معقول. احنا ماذا بينا؟ احنا راسلنا الساده المعنيين بالامر، اقل شيء يا اخوي ارجع للمناشير اللي عندك، ارجع للاوامر اللي موجوده عندك، اخدم لي بالقانون اللي موجود عندك، ما تتعسفش عليا اكثر من اللي اكثر من طاقتي. لانه احنا اليوم نعيشوا بحقيقه، نعيشوا حالة متاع احتقان. الشكايات اللي موجودة عنا اليوم، جينا من التاكسيات من البركاجات، وجينا من التجاوزات متاع أعوان المراقبة. مش معقول. زاد احنا مش كل واحد نبقوا نهزوا في التليفون، مش نبقوا نفركسوا على شنو المشكلة هذه في المكان الفلاني ولا المكان الفلاني. ماهوش معقول مش نبقوا كل ما هي مشكلة نبقوا نتوسلوا للمسؤولين بربي. راه مش معقول انه باش راه مش مطبقوا في القانون. واضح. احنا ماذا بينا يخرج امر مع السيد وزير الداخلية وإلا سيد وزير النقل لتوضيح عدة أشياء، وماذا بينا تكون هالجلسة هذه تكون على علم ومرأة سواء جميع الإدارات، سواء مجلس نواب الشعب، وباش زاد كذلك الرئيس وسيد الجمهورية، سيد رئيس الجمهورية، لأنه هو ربما ثم حاجات ما توصلوش كما نشوفه مؤخرا، عدة أشياء ما يفيق بها كان مؤخر. زاد ربما احنا نقولوا راهي ثم حاجات ماهيش قاعدة توصلوا، ماهيش قاعدين يبلغوا له اللي القطاع تاع التاكسي هذايا راهو قطاع قاعد يتألم اليوم، راهو قاعد يتضرر من عدة وزارات. ماذا بينا احنا مدين يدينا كطرف نقابي باش نوصلوا المعلومة وباش نخدموا في كنف الارتياح. ماهوش معقول زاد كذلك اني نخدم تحت ضغط وتحت عصا مسلطة من طرف عدة وزارات باش نبقى نعيش طول عمري انا وانا تاعب وشاقي ومانيش خالط حتى على شيء. واضح. شكرا جزيلا سيد فوزي الخبوشي رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفرزي، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. احنا نوصل معكم نقاله، مرحبا بكم، نحكيهم بعد شويه في